السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة ماي فيتنس. هذا خامس فيديو في سلسلة سبورت بريميوم سبورت. في هذا الفيديو غنتطرق لمجموعة ديال الحركات التسخينية اللي كتعتبر مهمة قبل التمارين. ماشي بالضرورة تطبق هذه الحركات ديالي أنا، ولكن على الأقل كل عضو ولا كل عضلة دير جوج حركات تسخينية خاصة بها، الظهر كامل من تحت للفوق. فإذا عجبك هذا الفيديو حاول تشترك في القناة، وإلا اشتركت في هذه القناة راه تكليف أكثر مما هو تشريف، يعني إلا اشتركتي كتكلفني باش نبدع أكثر ونجتهد ونقدم ما هو مفيد. وما تنساش تضغط على زر الإعجاب، والأهم هو تعليق أسفل الفيديو. نصائح، إرشادات، توجيه، انتقاد، أي شيء أرحب به، لأن الانتقاد والإرشادات والتوجيه هي اللي كتساعد الإنسان باش يصحح الأخطاء ويطور العمل ديالو. ولكم جزاء الشكر. مرحبا من جديد. الحركة التسخينية تعتبر أساسية قبل التدريب، لكن قبل الحركة التسخينية هناك مجموعة من الأشياء اللي خصنا نقوم بها قبل الحركة التسخينية، وهي ليزيتيرمو. واحد خمسة دقائق ديال ليزيتيرمو. مهم بزاف انك تركز على هاد الروس اللي هو الفواني، لانه كيتصرف بزاف، هو الرقبه والكتاف والشبيه والنك الرقبه. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
في الفيديو السابق استخدمت واحد لاكورد عادية بيضاء خفيفة
الان غادي نخدم بهذا الكاب. علاش؟ لان هذا الكاب عنده واحد البلوك كبير، كل ما كانت لابورت ثقيله كل ما كتخدم على البورت ديالك كامل، وخصوصا لي بواني. ملي كتبقى كتخدم بحال هكا لي بواني كيخدمو العضلات كثاف، وحتى الرجلين البطون اللي كتهز واحد الطول مثلا واحد لابورت ثقيله ماشي بحال واحد لابورت خفيفه. تقدر كاع مثلا دير مثلا السلسله ديال الحديد، تقدر دير اي حاجه، المهم تخدم راسك شي سبع ديال النصيحه باش ما تضربش رجليك وتخدم مع الوقت تتعلم كل شيء. ان شاء الله في الوقت غادي نوريكم كيفاش تخدم بالسلسله ديال الحديد. حتى حاجه ما مستحيله، كل شيء ممكن. الثقل ديال لابورت هو كيلعب واحد الدور كبير. علاش دابا استعملت هذا الكابل وما قطعتوش فيا ما نقطعو، ولكن خليته باش يكون داك الثقل ديالو زي في الثقل ديال الكابل في نفس الوقت، حتى هو تخدم به كوزن، هذا الجزء هذا تخدم به كوزن، وفي نفس الوقت تقدر تنقص وتزيد. إذا كان عندك كابل بحال مثلا كابل هكا ثقيل وخفت تقيس رجليك ولا تقيس راسك، حاول ما تخليش، حاول دير مثلا يديك هنايا ويكون الكاب وصل الصباع ديال رجليك، ومن الفوق واحد جوج سنتيم فوق الراس باش ما يقيسكش في راسك وما يقيسكش في رجليك. حاول دير الكابل مثلا ديال الدغرير او لا طواكورد دوبلهم وشدهم شي خيط، او لا احسن سلسله ديال الحديد. ان شاء الله في الوقت غادي نخدم بالسلسله ديال الحديد وغادي تشوف حتى حاجه ما صعيبه حتى حاجه ما والو. حاول تلبس شي سلسله ديال نصيحه ودير كاع انت شي دير شي بلان دار هنايا باش تنظم سلسله ما توعسكش صافي غتخدم مزيان. يعني لي بواني مهمين بزاف، كتخدم كاع لي بواني بزاف كلشي بحال خدمتي لي زوطير احسن كاع. الان غندوز لواحد الحركه سميتها جامبين جاكس. ما طولش في المدة، ما طولش في الحركة، كنتي غتخدم ليكزيسيس قليل، طول في المدة وطول في العدد ديال الحركات ديال ليكزيسيس. شوف انت المهم الوقت اللي كتخصص للمونطريمون ديالك. الآن غادي نخدموه ني أب ني داون، يعني ركبة أعلى ركبة أسفل. دابا نخدمو السكوات، لأن الجزء السفلي ديال لوكو هو الأهم. Easy.
det er squat, selvfølgelig lår. Og det er burpees, hvis vi gjør burpees. Selvfølgelig lår, betaler kaffes. Selvfølgelig trening, kaffes vil ajøre på stakken nå. Selvfølgelig tett, kaffes vil ajøre med nye, men jeg har ikke nye. Thank you.
عاود تكونسونطرا تجلس وراسك في السماء ورجليك سالحين تاخد واحد الكره مثلا وكتمشي جو كا تمشي بلا كره هيا كره تسالح سالك سيف سالت تويت دابا ندوزو للبيكتورال. البيكتورال كنخدمو بالتراكسيون بالبوش اب بعض التمارين التسخينات فقط. الهدف من هاد ليزالتير هو كيساعدوك كتحس بانك الا حطيت الصوره مثلا ديال الا خدمتي بيديك خاوين كتقدر تعكس الصوره ما كندير والو Peace.
باغي دابا البيسيبس والافونكار وخا خدمناهم شي شويه. الوغ البيسيبس غتخدمو بلا افير بلا ادوات، ولكن من الاحسن يكون عندك واحد لي زونتر خفاف. واخا كيبانو هكا راه متبقاش شي شويه، ولكن كل ما كانت لافير خفيفه الادوات خفاف احسن، لان كيساعدو الخدمه وكتخدم بزاف ديال ليزيكزيسيس. كتشيل الجسم كامل الاعضاء كامله، وخا شويه الفيديو طويل ولكن يمكن لك ما تطولش بحالي انا، حيت انا كنطول من اجل الشرح يعني باش نبين لك الحركه. اللي مهم ان كل عضله ولا كل مفصل ولا كل وتر ولا كل عظم ان صح التعبير، وخا العظام ماشي هو اللي كيخدمو ولكن المفاصل والاوتار والعضلات، كل عضو عطيه حركه ولا جوج حركات ديال التسخينات. غادي دير 10 دقائق في التسخينات، 10 دقائق ديال لابورت، 10 دقائق ديال التسخينات، وتريني ديك الساعة اللي بغيتي، ديك الساعة تخدم لابور ديالك مزيان. ولكن إلا كنتي زربان ومطريسي وباغي تطلع فيه ساعة وباغي لابور ديالك يبان والعضلات يبانو باش تشوف بحال تبان، وما درتيش التسخينات وما درتيش ليزيتيرمون وكنتي كتصاب المافوس لونطريمون، عرف بأن لابور ديالك غادي يبدا كيتقلص. هادشي علاش ما كيبانوش العضلات، علاش السفلى ما كيتنماش، علاش المرونة ما كتنماش اللي هي لا سوبليس، بهاد الأخطاء. ليزيتيرمون، التسخينات، لاكورد، في لاصالي لا بيسيكليت ديك الدراجة الثابتة، وإلا كانت عندك حتى في الدار خدمتها في الدار. التسخينات ثلث ساعة، ايتيرمون، لاكورد، لا بيسيكليت، الدراجة الثابتة. ثلث ساعة غتعرك مزيان، لاكورد كامل غيسخن، ديك الساعة أي حركة خدمتيها ديال اي عضو ولا اي عضله كتعطي الاكل ديالها وكتعطي النتائج ديالها. ما تسرعش بشويه وغادي توصل، اللهم تبني بشويه بشويه ويكون داك البناء صحيح، حسن ما تبني بالزربه ويريب في ساعه ولا يكون مغشوش يكون هش
يكون هنا بعيش على الصحة توقع شي حاجة شي ليك ماشي حاجة كيجي. شكرا على المتابعة ومرحبا بك كمشترك في القناة. يعني هذا الجهد كيستاهل منك الاشتراك والإعجاب والتعليق. تعب كبير جدا لا في الانستالاسيون ديال الإضاءة لا في التصوير لا في المونتاج لا في تفكير في المحتوى اللي غادي تقدم لا في هذا لونترينمون لا في المحتوى الثقافي. يعني تعب كبير جدا ولكن ممتع وكنحس النتيجة ديالو واخا مكاينش مدخول مادي ماشي مشكل. النتيجة ديالو نفسيا ومع الله ومع يعني راحة البال بزاف الحوايج نتائج كاينة الحمد لله. حاول دير واحد النظرة شاملة على القناة موسيقى الثقافة تصحيح المغالطات الخط العربي الخط الإنجليزي قناة متعددة الاختصاصات. ولهذا حاول أنك تفعل ذاك الجرس ملي تشترك تضغط على ذاك الجرس ديال التنبيهات. علاش؟ علاش بس القناة؟ الوقت اللي كتوقع على ذاك الجرس كتفعلو أي فيديو جديد كيوصلك مباشرة للإيميل بلا ما تبقى تقلب. وما تنساش تخلي لي تعليق إرشادات نصائح توجيهات انتقاد أي حاجة كنرحب بها لأنها كتفيد. ولكم جزيل الشكر وإلى اللقاء في فيديو جديد بحول الله.